بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أرنا ما ينفعنا واكتب لنا وأنت مبارك لنا فيه. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض زي ما يقولون، قالوا إنما نحن مصلحون. اليهود قال لك علي مش يصلحوا البشرية، موت شتتنا الدياسبورا، الشتات. تو احنا بنينا ارض الميعاد وعنا دولة ابدية وعاصمتها القدس، احنا احباب الرب واولياء الرب وابناء الرب وشعب الله المختار. اذا كان عنا كل الصفات هذه فنحن ما يهمش صلح البشرية. هل وقت اللي انتم استولوا على الحكم العالمي في معظمه، هل ساءت احوال البشرية أما مضى وإلا تحسنت؟ أعطيونا جواب، ما أنتم أهل خبرة في العلوم بما فيها استاتيستيك. أعطيونا بالضبط المجتمعات البشرية، هل هي في سوء متزايد وفقر مدقع من مقعد ولا العكس؟ أعطيونا إذا كان أنتم أهل مصداقية. نسأل الله السلامة.